بسم الله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أيدنا بنصرك واجعلنا أهل حق ترضى به لنا، آمين يا حق يا نبي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان وعدوان إلا على من اختار العدوان. الآن سنتناول آية واحدة بسورة المائدة وهي رقم 6. قل رب سبحانه وتعالى، احنا هنا الآية دي اخترتها بقصد جمهور النجوس حتى في العمود الفقري في الصلاة. اختار متى كبير اذا بتوصل القيمة بدون عرق، لا تصلي على جنابه ولا تصلي ما كنتش معه. خوف امام ربي وتبي الى تطبيقه بقدر امكانك، اتقوا الله ما استطعت. يا ايها الذين امنوا، اي الخطاب موجه الينا في السلسلة، من استجيبوا يا ايها، يعني حصريا، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة، يعني نيتوا مش تبقوا حق تطبيق، ربنا متهيئة روحية وجسدية وفكرية ونبيئية وهلمزة وصوريا وهلمزة وقلبيا. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم احسن وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا بالغسل وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الرأس اي رحاشكم في بيت الراحة او لمستم النساء اي اتيتم ازواجكم كما هو معلوم فلم تجدوا ماء فاتوا من غيركم فلم تجدوا ماء فقد استيسر فتيمموا صعيدا طيبا اقصدوا حجرا صعيد طيب لا عادة لا يشك في طهره طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم بعد ما يطهركم اهل البيت فمرتم بعد الناس اللي لم تنتج اليه طهر لنا هو من سائل في بعض طهر النبي عليه السلام طهر احنا بالكامل ما استطعنا من سياد وصدق ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكر. شوف رغم تسليتكم مش تتم النعمه والحمد لله، توعيد ان شاء الله تعالى.